السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي اخواتي وش راكم؟ انا راني لاباس وانتم ان شاء الله تكونوا لاباس. نترحموا ديما على الشهداء تاع اللي صرا في سوريا وتركيا، وخاوتنا ان شاء الله يكونوا في الجنة ان شاء الله. احنا جينا نهضروا على حاجة واحدة اخرى. عمي تبون قلنا لازم يحبس لنا هذا تاع 90 يوم، الفيزا تاع 90 يوم اللي يدخلوا ربهم من كل جهة، داخلين خارقيننا من كل جهة، ولينا زريبة عيب والله، لا عيب هادي ولات، ولا اللي يجي يدخل يا صاحبي. واش هاد الهضرة هادي يا صاحبي؟ حبسوها لنا ياك، واحد يقود لبلاده وخلاص. ما كانش الهضرة قاعدتك، واحد يروح يقود لبلاده. انا ما نجي عندك وانت ما تجي عندي يا صاحبي، لا فيزا لا قوادة لا ولا، يقودوا اغلق ربها وخلاص قاعدتك. ولينا درك هاديك الزريبة اللي يجي يدخل اللي يجي يدير لنا عفايس في البلاد هادي. هادي يا صاحبي، هادي بورا البرويطة هادي اللي خرجت من البلاد هادي، تقول طوبة يا صاحبي، ينعلبوها كاع الله لا يردها. بصح شوفوا كيفاش خرجت تهنيك، حملوا ولاية اخترقت باش خرجت من الجزائر، ولحقت لتونس وكيفاش خرجت من تونس. ولينا زريبة يا دين الرب. زعما نفتخر احنا جزائريين واعرين، احنا لا واعرين لا والو يا ولدي، بركونا بلا قواد غلقوا ربها وخلاص. غلقوا ربها بالدبل بلا وخلاص، كاش الهضرة عمي تبون غلقها وخلاص. ديروا لنا حملة غلقوها يا رب، هضروا عليها قاعيتك يا صاحبي. هاد اليوتيوبر اللي عندكم قاعيتك هذوما قاع غلقوها، قاعيتك غلقوها غلقوا، هضروا عليها 100 في الساعة كل يوم يا صاحبي، نحو هادي تاع 90 يوم هادي قاعيتك هكذا. السلام عليكم.